وللحديث عن تداعيات الجفاف والتغير المناخي على العراق معنا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. حياكم الله دكتور نظير. الله يخليك ويحفظك أخي العزيز. حياكم الله دكتور نظير. يعني جنوب العراق والعديد من مناطقه تئن تحت وطأة الجفاف، هل ما يحدث حاليا كان مفاجئا للحكومة برأيك، وأين كانت خلال كل هذه السنوات؟ في الحقيقة الحكومة يعني ما مهتمة بقضية المياه، يعني إذا ننظر من 2003 إلى الآن ما صار أي مشروع يذكر في هذا المجال، وهذه القضية مو جديدة، يعني احنا كتبنا عنها قبل 15 سنة وآني وغيري وكثير من المنظمات الدولية، لكن تفاقمت الأزمة حاليا وراح يعني إذا تبقى الأمور كما هي عليه مع الأسف في المستقبل راح يكون أكثر ظلاما. الحكومة الظاهر أنه يا أكو جهل من قبل المسؤولين ومتخذي القرار في هذا الموضوع، وهذا يعني مبين من المسؤولين اللي استلموا وزارة الموارد المائية من 2003 إلى حد الآن، على الوزير الحالي هو ابن الوزارة بالحقيقة، لكن الباقين القبل كان ما لهم أي علاقة بقضية المياه، فلذلك من شخص ما له علاقة بالموضوع ما تتوقع منه أنه راح يشتغل في صالح هذه القضية، علما بأنه يعني موضوع المياه عفوا هذا موضوع استراتيجي المفروض ما له علاقة بالوزير المختص أو الكتلة السياسية اللي تحكم، المفروض أكو خطة استراتيجية بعيدة الأمد، أي شخص يجي يستلم هاي الوزارة المفروض ينفذها. يعني نعم دكتور نظير، يعني ذكرت أن الوزير الحالي هو ابن الوزارة، ولكن لا تغيرات لوحظت على مسيرته في هذا الملف؟ صحيح، لأنه الوزير أولا يعني خلينا نقول هو ما يقدر كل شيء يسوي بالوزارة، يعني أعطيك مثال بسيط، قبل فترة يعني هاي أنا شفت هالقضية بنفسي، عين مدير عام لأحد مؤسسات الوزارة، وراء أسبوع جاء كتاب من رئاسة الوزراء تغيير هذا المدير العام وتبديله بشخص آخر هو ما يعرف عنه أي شيء، فالوزير لا تعتقد أنه يقدر يسوي أي شيء يريده بالوزارة. طيب تعيين نعم عفوا دكتور نظير، تعيين هؤلاء الأشخاص في هكذا مناصب هل هو مقصود أم عن جهل؟ والله يعني أعتقد مقصود، لأنه فادت الكتلة السياسية، لأنه كل كتلة سياسية تعين شخص في منصب معين حتى تستفاد منه، فلذلك نشوف أنه المشاريع اللي يتكلمون عنها هي مشاريع كلها فاشلة، وفي الحقيقة يعني احنا من نسمع، أنا ما عندي وثائق رسمية لكن أسمع من كثير من الأخوان أنه قسم من المشاريع تصرف أموالها وهي ما مكتملة أساسا أو هي أصلا مشروع فاشل. طيب نعم. برأيك دكتور نظير كيف سيدير العراق أمنه الغذائي وسط تقليص المساحات المزروعة إلى أقل من النصف؟ يعني ألا تعتقد أن السلطات الحكومية لربما سلمت مبكرا لهذا الواقع؟ والله إلى الآن ما أعتقد أنه عندهم خطة، وإلى الآن أتصور يجهلون حراجة الموقف بالنسبة لشحة الموارد المائية، لسبب بسيط أنه يعني برنامج الأمن الغذائي اللي أعلن، أنت لاحظ مخصصات وزارة الموارد المائية أقل وزارة في هذا المشروع، يعني معناها هناك عدم إدراك أو تجاهل يمكن متعمد ما أعرف والله، لأنه هسه إذا نجي على الأرقام المفروض العراق يقدر يزرع 28 مليون دونم من الأراضي داخل العراق، الفعلي كان 11000 دونم، قلصوه إلى 50%، يعني صار تقريبا 5.5، يعني الأرقام هذه تدل على فظاعة
الحاله، لكن من تباوع على اجراءات مجلس الوزراء لا شيء في هذا المجال، كأنه القضيه ما موجوده اطلاقا مع الاسف. يعني ما هو المطلوب حتى يدق مجلس الوزراء والحكومة بشكل عام، حتى تدق ناقوس الخطر؟ ما هو المطلوب حتى تدرك فداحة وخطورة هذا الموقف؟ والله بقى انه المي الشرب يكون ما موجود، يلا الاخوان لازم يتحركون، لانه قلت لك صار اكثر من 15 سنه اني وغيري ومنظمات دوليه تكتب. يعني اول تقرير كتبته الامم المتحده سنه 2010، وقبل أن كنت كاتب وغيري دي يكتبون، لكن ما يعني ما احد دي يستجيب ولا يمكن دي يقرا اللي دا يكتب في هذا المجال مع الأسف. طيب إمدادات المياه في مراكز المدن الكبرى هل تكفي وسط هذه الهجرات من الريف إليها؟ يعني كيف تقيم ما تبقى من رصيد في الآبار والعيون الباطنية؟ طبعا يعني هسه احنا من نجي على النظام المائي، ابن الريف إذا يرحل إلى المدينة هاي معروفة بكل الكتب العلمية، تزيد استهلاك المياه للفرد بحدود 10 أضعاف تقريبا. فإذا صارت هجرة مثل ما المنظمات الدولية كتبت من قبل سنتين تقريبا، آلاف الفلاحين وسكان الأرياف دا يهاجرون، وللعلم مو بس جنوب ووسط العراق، حتى بالشمال. آخر تقرير اليونسكو نشرته العام الماضي تقول 100,000 واحد من سكان الريف الأكراد تركوا مساكنهم وتوجهوا إلى المدن الكبرى. طبعا هذا راح يزيد الضغط على استهلاك المياه. أصلا يعني شبكات توزيع المياه مهترية. يعني إذا نرجع إلى تقرير البنك الدولي بهذا الخصوص سنة 2006 نشره، يقول كفاءة إسالة المي في بغداد مثلا هي 30%، يعني إذا تضخ 100 متر مكعب يوصل لبيوت 30، يعني مهترية. هاي 2006، فكيف احنا هسه 2022 ومع الأسف ماكو أي إجراء طيب في هذا الخصوص. دكتور نظير، يعني فقدان المجتمع الدولي الثقة بالأحزاب السياسية في العراق كيف أسهم في عدم طرح مشاكل العراق المناخية أو مشاركته بوضع حلول لمواجهة هذه الأزمة بطبيعة الحال؟ العالم يعني ينظر إلى إجراءات الدولة وإلى فعاليات الكتل السياسية. احنا إذا نشوف العراق ايش يسوي بهذا المجال، علما بأنه العالم مهتم بهذا الموضوع بشكل كبير جدا، واخر شيء مؤتمر جلاسكو اللي صار والتقارير اللي طلعت من عنده، ومن نلاحظ شنو الاجراءات اللي الدوله تسويها بالعراق. لا شيء، مو بس هذه، يعني مع الاسف انه احد وزراء الموارد المائيه السابقين قبل فتره قصيره طلع على واحده من الفضائيات يتكلم نص ساعه يقول ماكو تغير مناخي. فالعالم من يسمع هذا الشيء من هيك مسؤول ويشوف اجراءات الحكوميه في هذا الخصوص هي منعدمه، طبعا ما له ثقه بعد بهذه الحكومه اطلاقا. نعم. اذا كنت ضيفا عبر سكايب من ستوكهولم الاكاديمي والمتخصص في شؤون المياه دكتور نظير عباس الانصاري، شكرا جزيلا لك دكتور.